يعني المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس مجلس النواب كل لديه قوة سياسية تدعم ترشيحه، وأتوقع اليوم لا يتم حسم موضوع الفائز بمنصب رئيس مجلس النواب، ربما في الجلسة القادمة، لأنه لن ستكون هناك جولة ثانية، فقط جولة واحدة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة فسوف تكون تجرى الانتخابات في جلسة ثانية، ربما تكون بعد يوم أو يومين من هذه الجلسة.